قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن الدولي سيناقش بعد غد الثلاثاء ملف جرائم الحرب بمدينة بوتشا والمدن الأخرى. وأوضح زيلينسكي أنه ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، لكنه أشار إلى أنه أمر غير كاف، كما استبعد عقد لقاء مع نظيره الروسي قبل وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال مكتب الرئيس الأوكراني إنه يتعين فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا. وأوضح مكتب الرئاسة أنه ينبغي فرض العقوبات لاستهداف جميع البنوك الروسية وإغلاق الموانئ أمام سفن روسيا وفرض حظر على كل تجارتها. أكد المستشار النمساوي كارن هيمر أن الهدف الأول والأهم للاتحاد الأوروبي هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بالإضافة لتوفير ممرات إنسانية آمنة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي. وأوضح نيمار بتصريح صحفي أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من المستشار الألماني أولاف تشولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد تسوية عاجلة للحرب، لافتا إلى حاجة الصليب الأحمر إلى الوصول إلى المدن المحاصرة وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة. دعت بريطانيا إلى التحقيق في مزاعم شن هجمات على المدنيين خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها ستدعم بشكل مطلق أي تحرك من هذا القبيل من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت تراس ببيان أنه مع إجبار القوات الروسية على الانسحاب، فإن هناك أدلة متزايدة على أعمال مروعة ارتكبتها القوات الروسية في مدن مثل إربن وبوتشا القريبة من كييف. دعت روسيا لعقد جلسة في مجلس الأمن الاثنين لبحث قضية مدينة بوتشا الأوكرانية. وإلى ذلك قال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميندسكي إن المفاوضات مع أوكرانيا ستستأنف الاثنين دون وجود مسودة اتفاق أولى. وأضاف ميندسكي أن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مستوى القادة، وأن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير. كما أشار ميندسكي إلى أن أوكرانيا بدأت في إظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل جاء حرصا من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية. وفي مقابلة تلفزيونية قال بيسكوف إن الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها باليورو وفقا لما نصت عليه الاتفاقات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة غاز بروم الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو. وأعرب بيسكوف عن قناعته التامة بأن المبدأ المذكور سيتم تطبيقه على مجموعات أخرى من البضائع التي تصدرها روسيا للدول الأجنبية. قالت إيرينا فريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من مدينة ماريوبول سيستمر. وأضافت فريشتشوك أن 7 حافلات ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستحاول الاقتراب من مدينة ماريوبول لإجلاء المدنيين من المدينة، فضلا عن تجهيز حافلات لإجلاء المدنيين من مدينة بيرديانسك.
أرسلت بولندا قافلة إنسانية تحمل 1500 طن من المواد الغذائية إلى مدينتي خاركيف وزوبريكا بشرق أوكرانيا. وقالت وسائل إعلام بولندية إنه تم تنظيم القافلة بجهد مشترك من مكتب رئيس الوزراء البولندي ووكالة الاحتياطات الاستراتيجية في البلاد. وفي سياق متصل أعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقا تابعا لها يتوجه اليوم إلى مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوبي أوكرانيا.